مرحبا أصدقائي قناة العراق وكندا والموجودين في العراق وكندا بيجنا في الفيسبوك. اليوم راح نحكي في موضوع مهم وجديد لعام 2017 واللي هو الخاص باليو ان اتش سي ار المفوضية السامية للشؤون اللاجئين. ما هي اليو ان اتش سي ار؟ اليو ان اتش سي ار هي مختصر The United Nations High Commissioner of Refugee. تأسست هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة المفوضية في عام 1922 وبدأت في برنامجها استقبال اللاجئين لعام 1950. من 1950 ولحد الآن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تستقبل عدد هواي من اللاجئين ومن ضمنهم العراقيين والسوريين وكل دول العالم اللي تصيب بها الحروب والكوارث. وهذه المنظمة موجود مقرها في جنيف في نيوزيلند العفو في سويسرا، وأنه مختصة بجلب اللاجئين وتوفيرهم الحياة المعيشية والأمان واللي توفير لهم الحياة الطبيعية. أي مكتب أو أي إذا تبحث على أي مكان في هذه المنظمة اللي تابعة للأمم المتحدة والمخولة الوحيدة في استقبال اللاجئين وتوطينهم إلى دول أخرى، وأنه هذه مجرد تكتب بالجوجل أو تكتب في الإنترنت UNHCR وتكتب إن تركيا أو تكتب UNHCR إن ماراكو أو UNHCR إن نيوزيلند أو whatever أي مكان راح تكتب بيها راح تشوف المكتب مالتهم وراح تشوف العنوان والتفاصيل موجود. المقر الرئيسي موجود في سويسرا في جنيف وإنه مختص بكل الإجراءات وكل هذه. بالعراق وفي سوريا مكاتب ما عندهم، ولكنه يوجد عندهم مكاتب في شمال العراق واللي هي المكاتب ترعى النازحين اللي لجأوا مثل الأخوان المسيحيين والإسلام واليزيديين بسبب داعش والإرهاب وفتحوا لهم مخيمات ومكتوب عليها تشوف الخيمة UNHCR إنه هذه هم نازحين وليس لاجئين. كندا ساعدت هذول النازحين، سوت لجنة واستقبلت عدد من عندهم وسوت لجنة واحدة هناك وجلبت عدد من النازحين دولة إلى كندا وتقريبا حوالي 4500 واحد عن طريق برنامج خاص بالحكومة الكندية UNHCR. اليوم راح نشوفكم وراح أحكيكم كل التفاصيل وليش الناس تتأخر وشنو الأسباب وكل التفاصيل هذه. تعالوا وياي نشوف مراحل اللي خاصة UNHCR والملف مال اللاجئين شلون يقوم بإجراءات وكيف تتعامل هذه الدول مع 28 دولة ومن ضمنها كندا انه ضمن هذا البرنامج. يلا تعالوا وياي خلينا نحكي في هذا الموضوع مراحل الملف في UNHCR. المفوضية السامية لشؤون اللاجئين The United Nations High Commissioner of Refugee. هذه المفوضية موجودة في عدة دول. اليوم راح نحكي انه من هم اللي راح يكونون يقدمون لها وكيف يقدمون لها. عاده خلينا نحكي انه احنا كصفحات اسمها العراق وكندا او قناه العراق وكندا، العراقيين اللي واجهوا الحروب والارهاب وعده اشياء انه صارت في هذا البلد من عنف وطائفيه، واضافه انه بعض الحروب او اللي صار الاضطهاد للانسانيه، فتحت هذه المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ابوابها في الاردن وفي تركيا وفي سوريا في وقتها وعده دول مجاوره للعراق حتى الناس تستقبل اللاجئين وجودا. اول شرط يكون له وهو الشرط الاساسي وهواي ناس يسالون عليه، يجب انه الشخص انه بعد ما تعرض الى قصه او قضيه او انه عمليه عنف اللي هو الفايلنس انه يجب ان يكون مغادر بلده. المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين ما تصير انه تقدم لجوء لها او انه تقبل كلاجئ في نفس البلد الام او المكان الولد به او المكان العايش به. يعني عراقي اذا انه انت وتعرضت الى اضطهاد وصار عندك فايلنس او عنف او انه صار عندك قضيه او مهدد بالقتل او حياتك انه صار بها نوع من اللي محتمل ان تخسر حياتك، يجب ان تغادر العراق. هذه شرط اساسي ويجب ان يكون الشخص هو خارج العراق. هذه اول شرط من الشروط. اثنين، من غادرت البلد وصلت الى اي بلد من البلد، ممكن بعض الدول انه ما تقبلك انه لازم تدخل لها فيزا، وممكن بعض الدول تستقبلك بدون فيزا انه حسب الحكومات وحسب المكان اللي بيه. وصلت الى هذا البلد راح تجي تروح انه تقدم على الموضوع. عادة اللي هي المشمولة اللي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، القضايا اللي هي تستقبلها عادة تكون يا اما بسبب القومية، بسبب الدين، بسبب العنف اللي اضطهدته، حياتك مهددة بخطر بسبب حقوق الانسان، الاضطهاد، عدة مشاكل، اي شيء انه ما يخص حالة الانسان
او حاله الشخص او انه هذا بشيء شكل انه يجب انه هو يكون بمكان امين وسليم. ليست الامم المتحده انه من قدمت لها ممكن انه تقبلك كندا او 28 دوله او نيوزيلندا او تقبلك انه استراليا بأسا، لا، هناك اجراءات، هناك تدقيق بالملفات، هنا انه لازم انه يدققون. في العراق اكو برنامج خاص بالاس اي في واللي هو الخاص بالسبيشال انه فيزا مال يو اس اي او انه مال امريكا. اكو بعض الناس اشتغلت ويا المترجمين، تعانوا مع قوات التحالف والقوات الامريكيه في 2003، هذول لهم سبيشال كيس يقدرون يقدمون لجوء من بغداد، وهذا بس الاي او ام وليست مفوضيه ساميه شؤون اللاجئين، ويكون توطينهم فقط الى امريكا. اجراءاته هذا تختلف، النظام مالته والسيستم يختلف، ولازم انه تجيب ريكومنديشن لتر، يتصلون بالقوات الامريكيه، يتاكدون الباجات، صحه صدورها، مو انه مجرد عامل اشتغل يوم يوم بقاعده امريكيه انه لازم يقبل لاجئ في امريكا، لا، وانما هو يجب انه هو عنده فتره زمنيه معينه ويتصلون بهذا المكان. هذا ما يخص الاي او ام، الناس اللي تتقدم ببغداد اللي مشتغلين القوات الامريكيه، اي واحد كإنسان اعتيادي، كمواطن اعتيادي، اضطهاد ديني، عرقي، انتماء إلى حقوق الإنسان، مضطهد، عنده فايلنس، عنف، حياته صارت بخطر، يجب أن تكون عن طريق المفوضية السامية للشؤون اللاجئين واللي هي اليوان السيار من خارج العراق. هاي النقطة كلش مهمة، أي واحد يقدم لجوء لازم أنه يقدم لجوء من خارج العراق وليس من داخل العراق. لا يوجد تقديم من داخل العراق بخصوص العراقيين، لا يوجد تقديم بخصوص السوريين من داخل سوريا، لا يوجد تقديم لليمنيين من داخل اليمن. كل دولة بدولتها، ويجب أن تكون أنه عادة الدول اللي هي مجاورة للدول. اجراءات اليو ان اتش سي ار والمفوضيه الساميه للشؤون اللاجئين عاده انه الدول المجاوره لهذه الدوله تكون اجراءاتها اسرع، بسبب انه هي تبين انه الشخص غادر هذا المكان ولجأ اليه باسرع وقت ممكن حتى يأمن على حياته. يعني اذا شخص انه كان بالعراق وانه غادر العراق وجاء للاردن وقدم على اليو ان اتش سي ار، اجراءاته اسرع من واحد قاعد بالهند، اجراءاته اسرع من قاعد واحد بالمغرب، اجراءاته اسرع من واحد قاعد بموريتانيا، لانه هذاك متنقل عده مكانات، عنده اموال وانه تسافر عده مكانات. اذا الاجراءات خلال انه حول العراق، الاردن، تركيا، الدول اللي موجوده بيها تستقبل اللاجئين تكون اجراءاتها اسرع. مثلا نجي على الكويت بيون اتش سي ار، ولكن اذا كنت انت هناك ما تقدر تدخل الكويت اذا ما كان عندك فيزا وكنت مقيم. الامارات انه مو دوله مجاوره. السعوديه ما تقدر تدخل السعوديه كجوازك عراقي لانه لازم عندك فيزا، شلون دخلت لها وشلون اقامتك هناك؟ وانما انه تركيا، بينما الاردن، لبنان، ممكن انه هذول الدول الجاوره الى العراق اللي هي تكون اجراءاتها سريعه وانه مبسطه واسرع من اي دوله. تعالوا وياي هسه راح اشرح لكم نقطه بنقطه وشنو الاقسام اللي يطب بها اليو ان اس سي ار وشنو هي اللي حتسرع الملف او يكون الملف بطيء او بعض الناس تاخر عده سنوات، شنو الاسباب. يلا تعالوا وياي. رجعنا وياكم. هسه اليوم انه راح نحكي انه شلون الاجراءات، شلون العمليه. اليوم انه انا تعرضت الى حاله محاوله قتل وكنت في العراق، وانه راح احكي عن، راح اخذ انه مثل يقول لك انه فت فكره على العراق، والفكره انه اخذ على كندا كدوله انه قابله للتوطين، والاجراءات اللي حتصير في اليو ان اس سي ار. تعرضت حياتي للخطر وبالعراق، هنا انه انا لازم اغادر العراق في خلال 24 ساعة، وانه كانه حياتي عائلتي كانت في خطر في العراق او انه اضطهدت. اذا كنت في العراق وحياتك انه انت مستقرة وشغلك مستمر وانه تاخذ راتب، وهذه انت ما رايح انه سفرة سياحية ولا حالة انه سفرة انه شلون يقول لك استجمام، او انه صارت موضة الناس اللي يجي يقدم مليون سيارة راح يوصل لاجئ رأسا الى كندا او يوصل الى المانيا او يوصل كرسميا عن طريق الامم المتحدة. هناك اجراءات اقل شيء انه تبقى ما يقل يجوز ممكن سنه، ممكن خمس سنوات، ممكن يرفض ملفك وترجع الى العراق، وممكن انه توصل الى كندا او توصل الى اي مكان في دول العالم. ليس من الشرط انه كل لاجئ قدم الى الامم المتحده انه ملفه مشى بالاجراءات الصحيحه وانقبل كلاجئ ووصل. حياتك اذا مستقل بالعراق، واني كشخص انه واحد من الناس اللي ما اريد اشجع الناس انه تطلع من العراق اذا كانت حياتها مستقره وانهم انه عندهم عمل او عندهم شغل او معلم او طبيب، بلدنا وعراقنا ومحتاج ان في هذه الظروف، ولكن اكو ناس انه صار عندها فايلنس او انه هم تعرضوا الى العنف
فيجب ان يغادرون هنا، انه صار عنده قرار انه ما يقدر يعيش بعد بهذا البلد، لانه حياته او الموت اجا، او انه تضرر، او انه تصوب، او انه صار ديسابيلتي وما يقدر انه عفوا رعاية من الحكومة موجودة له. اذا هنا لازم انه انت تغادر البلد. اوكي، فاحنا نقوم باجراءات الموجوده اللي هي انه غادرت البلد وهددت حياتك بالخطر، ووصلت اليوم الى نفرض انه تركيا، ووصلت الى الاردن. ما تعرف كل شيء عن يو ان اتش سي ار ولا تكتبها، مجرد تكتب الانترنت المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين في الاردن بالعربي بالانترنت راح يقول لك مقرها وين وموجود مكتبها وساعات العمل. اذا تكتب في تركيا راح تكتب يو ان اتش سي ار ان تركيش راح يقول لك المكتب مالتها المقر مالتها وين، وتروح انه توقف بسرعة وتحكي ظروف اللي هذه. عادة من قررت تغادر العراق وانه انت قاعد انه تترك العراق، خلي ببالك ما راح تقدر ترجع لانه اذا تقدم لجوء، ولا راح تقدر تروح وترجع لانه هاي تعرض الى ملفك انه الرفض، او تعرض الى مشاكل، او انه تعرض لك الى شلون تدخل البلد مره ثانيه. عادة في تركيا اذا كنت مقدم امم المتحده وتغادر تركيا راح يقول لك منع من الحدود، ما راح تقدر ترجع. اذا من تطلع من البلد احسب حسابك كل اوراقك، كل مستمسكاتك، دفتر الخدمه العسكريه كلش مهم، اذا كانت عندك عدم محكوم يجيبه وياك، شهاداتك معادلة وموجودة، انه هذه انه عادة العراقيين والسوريين واي واحد من يتخرج حاليا يحاول ان يحصل وثيقة بالدرجات، اذا كانت بالعربي حاول ترجمها بعدين من توصل ذاك البلد وتقدمه وياك. مستمسكاتك الشخصية، هويتك المدنية، شهادة الجنسية، شهادة الحياة، اذا عندك اي مستمسك في العراق ما يخص انت نفسك او يخص عائلتك، هذه كلها لازم تحضرها انت، موجودة في جنطة معينة، أو أنه جازب تجيبها وياك إلى بلدك. إذا إضافة أنه تعرف أنه جوازك لازم يكون يعني موجود هذا أنه هتسافر به. الأوراق الرسمية جدا مهمة، أنه تثبت أنه أنت من تكون، وش قد مواليدك، ومن هذا العلاقة بين هذا الشخص وهذا الشخص، وهذه المستمسكات، وهذه محتاجة كلش، وتزيد من سرعة الملف وهذه التدقيق. الجزء الثاني اللي هو القصة، اليوم أنه وصلت أنا للمكتب اليوم SCR ووجدت أنه بالإنترنت عنوانه، جدا أقدم على القصة وأكتب القصة مالتي. القصة جدا مهمة، بها التواريخ، الحدث، وقوع عملية الفايلنس أو العنف شلون صارت، هل هو تهديد بالقتل، هل أنه هل هناك أنه وثائق موجودة، رسالة من الجهة المهددة، عدم الأشياء اللي توفر الأدلة والوثائق. مو كل الناس صادقين ولا كل الناس يكذبون، ولكنه يجب أنه أنت تدعم الكيس مالتك، ويجب انه تأيد بهذا الشيء. يعني تقول انه انا كنت قاعد في هذه المنطقه وجدت جهه معينه نفرض انه سين من الناس وهددتني وشمرت لي هاي الورقه من جهه السين، وانه نسخه من عندها انهددوا حياتي بقتل وحموت اني خلال 24 ساعه. نعم انه هددوك الورقه وقدمت هالورقه، اذا كانت هذه الورقه مزوره او انه احد يسوكيها بالكمبيوتر، الامم المتحده راح تعرف انه عندها كل نماذج التهديد، وعندها عده قصص، وعندها عده ملفات، وتعرف نموذج الورقه اذا كان عندهم انه نفس الجهه المهدده او انه هذه. مو شرط انه عندها يعني كونكشن او عندها اتصال، لا، ولكنه من القصص ملايين الناس تهددت، ملايين الناس انه تعرضت للعنف في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، ولكنه الجهه المهدده يعني انه تتبنى الموضوع، يعرفون طريقه التزوير وهذه. اذا لا تلجا الى شغلتين، لا تكذب ولا تزور، هاي مهمه نقطه الاساسيه في المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين، تطابق الاقوال وتدقيقها مع الاشخاص اللي هم اصحاب العائله، انت وزوجتك، انت وابنك البالغ سن الرشد. عاده الاطفال ما يسالوهم اقل من عمر السن الرشد، انه ما يصير انه هذا حيكون ملحق لملفك ولعائلتك، ولكنه يسالون الزوجه، يسالون الاخ، يسالون الام، الاب عن الاحداث اللي صارت. يعني خلينا نجيب مثلا انه انت قلت انا انضربت يوم 13/1 طلقات، وكانت الاسلحه بكلاشينكوف، ومنطقة في المنصور، والجهة ساعة بالستة ونص، من يجون يسألون على زوجتك يقولوا لها أوكي أنت شو وقت تحفظ زوجي شي هذا الحادث، لازم التاريخ، الوقت، السلاح، الطريقة. الشخص اللي قاعد يدقق الملف أو يدرس الملف هو ضابط، ضابط مو ضابط انه شرطه ولا ضابط انه هذا، ضابط في مفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين اختصاصه في تدقيق الملفات، يعرف شلون انه يعرف انه يسالك اسئله انه تبين انه مصداقيه. الشخص اذا كان انه عنده حادث معين وعائلته متعرضه لحادث معين مستحيل تنسى القصه،
مستحيل تنسي الحوادث، مستحيل تنسي التواريخ والأيام والأشياء اللي صارت، بالأخص إذا كانت بها أطفال وإذا كانت بها الأم وإذا هذا. يعني أنت واحد من الناس صار عندك حادث راح تعرف القصة بالتفاصيل وهتبقى ببالك، سبحان الله من رب العالمين تتذكرها، زوجتك تتذكرها نفسها، إذا المقابلك يعرف إنه هذه القصة حقيقية. اللي يقدم لازم عنده قصة حقيقية وواقعية، وهذه القصة اللي تقرر مصير ملفك. مو شرط إنه أنت قدمت اليوم راح تسافر بعد سنة، يجوز واحد يقدم عقب باكر أو يقدم بعد سنة يسافر قبلك. الملف هنا يختلف على مراحل مالته والمصداقية والخاصة بها. راح نحكي به هسه خطوة خطوة. الملف اليو ان اتش سي ار أو المفوضية السامة للشؤون اللاجئين يمر بخمس مراحل. المرحلة الأولى هي إنه تروح تقدم الملف وتحكي قصتك وتفاصيلها وتواريخها وجنسيتك وجواز السفر مالتك ومسلم شيعي سني وين ساكن، كل هاي التفاصيل تقدمها على المفوضية السامية للشؤون بعد أن تأخذ موعد من عندهم وتكتبها في ورقة معينة وتسلمها، عدد أفراد أسرتك، تاريخ نفاذ الجواز، هاي كل التفاصيل تقدمها بالأمم المتحدة وترفقها لهم حتى أنه هذه عادة راح يعطوك ورقة وهي ورقة أنه أنت مقدم على طلب اللجوء. هذه ورقة تقديم طلب اللجوء راح يعطوك إياها محتوى أنه أول مقابلة، محتوى ثاني مقابلة أنه أنت حاليا مقدم طلب اللجوء ولست لاجئ، بعدك في أول مرحلة مراحل. المرحلة الثانية واللي تكون اللي أكثر أهمية باليون اس سي ار من قبل الموظفين أو أنه هذه يحددون من هم الأكثر أولوية أو من هم الناس اللي هم لهم أفضلية في اللجوء أو أنهم لهم شغلة أساسية في التقديم أو مراحل الأفضل واحد من الشخص الثاني. راح تكون هالمرحلة كلش مهمة ومن هو اللي حيكون هذا ملف أسرع أو هذا ملف أسرع. عادة الملفات في الأمم المتحدة موجودة لها ثلاث ملفات أو ثلاث إجراءات، اللي هي الملف اللي هو الطارئ واللي هو حياتك مهددة فورا بالموت. عادة الناس تقدم لجوء ورأسا من أول مقابلة يعترف به كلاجئ، يعني صار أنه هو معترف به كلاجئ، هذا يسموه الملف الحالة الطارئة. الملف الحالة الثانية الملف اللي هو الحالة العاجلة واللي هي انه الاضطهاد او العنف اللي يكون هو سببه او انه شنو اللي صار بهذا الملف العاجل، وتكون هذه المرحله عن طريق مقابلتين والمقابله الثانيه تكون تتحول يعترف به كلاجئ. عاده العراقيين وبعض السوريين انه اللي تشملهم المرحله اللي هي الثالثه، وهذا الملف اللي يسموه الملفات العاديه، وعاده ما انه يتحول ملف الى مرحله التوطين خلال 12 شهر. راح اشوفكم هنا هسه اكو ورقه هنا بس خلف لحظه. عندنا هنا انه الحاله قلت لكم الحاله الاولى اللي يكون حاله تهديد الشخص حاله طارئه يكون مثلا اول مقابل يعترفون بلاجئ ويتحول الملف الى التوطين. المرحله العاجله اللي هي تكون عنده مقابله ومقابله ثانيه بعد ست اسابيع انه هذا يكون انه وراه يتحول ملف الى التوطين خلال ست اسابيع. الحالات الاعتياديه واللي هي تكون انه يعني تقدمت لجوء ولكنه ما يتصلون بك، يعني تسوي مقابله كل ست شهور ومن ثم ورا ما سويت انه ست شهور انت مقابله تشوف ماك بعدك انه انت بطلب اللجوء. هنا هالملفات العاديه عاده 12 شهر او اكثر يلا تتحول الى مرحله التوطين. شنية انهم اول شيء يدققون في القصه، عاده سفرك وتركك انه البلد اللي انت قاعد به حاليا مثلا تجد في تركيا، هل انه رجعت للعراق؟ هل انه رحت انه سفره الى بيروت؟ هل انه هذه اللاجئ عاده انه هو اللاجئ انه يجب ان يكون جالس في البلد، اموال ما عنده، اذا انت قاعد وعندك اموال ومصاريف اذا حياتك مستقره، اكو غيرك بالخيام قاعدين على الحدود بكلهم افضل، فهنا انه هذه كلها تاثر على الملف. مقارنة انه التهديد مالتك، الجهل مهددتك، هل انه حياتك انه فعلا هي مهددة؟ فتتأخر عادة هذه لا يقل عن سنة هي الملفات العادية، وتستمر بها مقابلات وأسئلة وتواريخ ومن ثم انه الشخص انه يكون قابل للمقابلات مع الأمم المتحدة. عادة من ياخذون الأمم المتحدة ياخذون كل حالة حالتها واحد. لا تقارن حالتك مع حالة سين من الناس، لا تقارن حالتك مع حالة مريم، لا تقارن حالتك مع حالة محمد، كل واحد قصته شكل وكل واحد قضيته شكل، والشخص اللي مقابلك هو يعرف انه كل واحد شنو اللي الكيس مالته وقضيته شنو. بعدها
انه ممكن ناس تتاخر سنتين، ممكن ناس تتاخر 5 سنوات، ممكن ناس صارت 9 سنوات في دول قاعده وما وصلت مرحله التوطين، في حين انه اكو واحد قبل سنه اجى وانقبل كانه كلاجئ ووصل الى مرحله التوطين. الامم المتحده اليون اس سي ار انه تتعامل مع 28 دوله. 28 دوله تستقبل اللاجئين ومن ضمنها هي كندا. كندا اذا قررت انه اليوم استقبل لاجئين وحتدز مذكره الامم المتحده وتقول ما استقبل لاجئين وتبدي تدزلها ملفات وتدرسها وتسوي مقابلات على طول. المانيا، سويسرا، نيوزيلندا، استراليا، 28 دوله تتعامل مع اليون اس سي ار. هسه احنا وصلنا اليوم الى المرحله الثالثه واللي هي ياخذون الملفات ويدققوها وكل ما مثل عدد ويشوفوا تطابق القصص، انه مثلا انه قلت انا بالموصل كنت وزوجته قالت انه انا شفت مثلا بالبصره، ناكو عدم تطابق هذا الملف انه يساعد على الرفض، يساعد على عدم تدقيق هذه التواريخ، هذه كلش مهمه هذه الشغلات. المرحله الثالثه اللي هو تدقيق الملف المقابل الاخر. بعدها انه يتحول الملف الى الدوله انقبلت انت اليوم مرحله التوطين وصرت اعترف بك كلاجئ. انه تتغير الورقه من ورقه انه انت طالب اللجوء تصير ورقه معترف بك كلاجئ. انه تصير صرت لاجئ رسمي في البلد الاردن او عندك الفسفورة يسموها في تركيا، تحول الملف. هسه الملف انه حيتنقل من هالمرحله الى قسم الاخر واللي هي مرحله 28 دوله اللي تستقبل اللاجئين. النوت انه راح نستقبل اللاجئين اللي هي 28 دوله، راح نجي على كندا راح تسويها كندا، تاخذ الملفات وتقعد تدرس الملف هذا ومن ثم انه تشوف اجراءاته هذه. عاده ما يدققون في اول مقابله هي هل انه تتابع الى جهه ارهابيه، هل انتمائك الى جهه معينه، هل انه انت هذه كلش مهمه، يسالوك اسئله في هذا المجال، انتميت الى احزاب معينه، هل انه كنت في ميليشيا معينه. هذه المقابله اما تكون بالسفاره الكنديه، وبعض الدول تسوي المقابله هذا الشخص يجي انه ما عندها انه سفاره او انه ما تجي تجيب الناس اللي مقدمين لجوء الى سفارتها تسوي المقابله في اليون اس سي ار. عاده انه يا اما باليون اس سي ار اكو مكتب يقعد وياك الشخص اللي جاي من هذه الدوله وياه مترجم، واما انه تكون في سفاره الدوله اللي حتستقبلك ويسالوك على مواضيع والتواريخ وتدقيق الملف. اما عندهم مصداقيه باليون اس سي ار ولكن يسالوك بعد على هذه يدققون بالتفاصيل، لانه نال حي انه هذا الشخص المقابله راح يقرر ملفك حيروح للسفاره والاجراءات الثانيه او ملفك حترفضه هذه الدوله. بعض الدول ترفض هذه الملفات، نفرض انه امريكا رفضتك، مو شرط انه كندا حترفضك او انه سويسرا حترفضك او استراليا حترفضك، ممكن الدوله الثانيه تقبلك. لا تيأس من انه شيء انه رفضت من عنده، اكو بعض الدول او بعض الحكومات لها شروط معينه، ما تقبل بجهه معينه، ما تقبل انه بس نسوان او تقبل بس عوائل او ما تقبل بس انه عزابين، يعني حسب الحكومه وشروطها اللي تقبل هذول اللاجئين. 28 دوله، ما معقول انه كل 28 دوله حترفضك، انه اذا رفضتك 28 دوله اقول لك انه انت عندك خلل بيك او انه انت منتمي الى جهه معينه او هذه. الامم المتحده عاده ما ترفض اي شخص وتستقبل كل الاشخاص وما تقول له انه تسوي له ابيوز للشخص وتقول له انه انت حالتك هذه انه ما ترفض او هذه، لا، وانما تقبلك وتستقبلك ويبقى ملفك مفتوح الى حين انه ولكنه ما تقبل انه يقبلون توطينك الى دوله ثانيه، اكو خلل او اكو سبب او انه هذه. بعض الناس يقول لك انه كذبت، وبعض الناس يقول انه وصلوا الى كندا بقصة كذا. انا ما اقدر انه اقول لك انه كل الناس تكذب ولا كل صراحه، بس اكون انه يقول لك مثلا يقول لك كذب المسافرات يقول احسن من الحقيقه وفلتوا يمكن شيء كم واحد، بس اقول لك اياها الافضل انه اللي تكون مصداقيه بالكلام والهذي. راح نجي انه موضوع انه تحول الملف، سويت المقابله في الحكومه الكنديه بالسفاره او سويتها باليون اس سي ار مع شخص من الحكومه الكنديه بالتدقيق، قلت لك الملفات اللي بخص الارهاب وتدقيق على قصتك وهذا الموضوع. بعدها يتحول الملف هنا الى السفاره الكنديه. السفاره الكنديه راح تطلب مقابله لاخرى، راح تروح تسوي مقابله بداخل السفاره، تحكي ويا القنصل او موظف هذه وتحكي بالتفاصيل والقصه مره ثالثه او رابعه، يعني حسب المقابله اللي سويتها قبل الامم المتحده، وتدخل بتفاصيل ادق، هويات احوال مدنيه، تدقيقك، انه تسال اسئله استفزازيه، انتمائك لاحزاب، هل انه كنت منتمي الى حزب البعث، وشنو درجتك الحزبيه، هل انه كنت مشارك في الحرس الوطني او الحرس الجمهوري، انتمائك الى احزاب الدينيه حاليا في العراق، هذه كلها اسئله تسالها.
مصداقيتك انه كلش مهمه، ولازم انه تعرف انه هذه الاشياء راح تنكشف. اذا اي كذبه بالامم المتحده يرفض ملف، واذا رفض ملف حتسوي استئناف، واحتمال اذا في موضوع كذب راح يرفض من الاستئناف هم نفس العمليه. تحول الملف الى السفاره الكنديه، قبلت الحكومه الكنديه ملفك، طلع عنده عندك البروسس ماتك انه انت توطيلك الى كندا. اذا صار توطيلك الى كندا، لست انه انت لاجئ راح تقبل في كندا، ولكنه انت هسه موجود في هذا الملف. راح يتحول وين؟ الى المخابرات الكنديه، ويتحول الى ضباط دائره الحدود الكنديه. المخابرات الكنديه اللي هي سيسيز، كنديان سكيورتي انتليجنس سيرفيس، والحكومه الكنديه ما يخص الحدود اللي هم سي بي اس اي اللي هي كنديان بوردر سيرفيس ايجنسي. فهذه دائرتين راح تدقق المخابرات. هذول الدائرتين والسكيورتي والعمليه التشيك الامني مالتك راح تتحول الى فتره ممكن 6 اشهر، ممكن سنه، ممكن سنتين، وتشوف ملفك انه مسوي توطين لكندا بس ما جاي الموافقات الامنيه. اللي ساعد بهذه الملف انه هو دفتر الخدمه العسكريه يثبت انه حالتك العسكريه، عدم اتهامك الى جهات معينه او اجهزه امنيه، عدم محكوميتك في كل دوله بقيت بها اكثر من 6 اشهر، اضافه الى مصداقيتك وقصتك وانه الحادث انه صابك لك، اضافه ان هم عندهم اتصال مع الحكومه العراقيه، مع المخابرات العراقيه، عندهم اتصال مع المخابرات الاردنيه، عندهم اتصال مع المخابرات اللبنانيه، عندهم جهات معينه، دوله عظمى كندا او استراليا او اي دوله عندها طريقتها انه توصل الى حقيقه الشخص، او انه يعرف انه هو الشخص هل انه صادق انه هو انه يكذب بهذا الموضوع، او انه كيف قضى حياته في العراق، او انه وين وصل مرحلته في هذه. بعد ما تحصل الموافقه الامنيه وتدقيق الملف وانتهت موضوعه انه انت ملفك تدقق وصار انه السكيورتي تشيك مالته انه كامل، بيتحول ملفك الى الفيزا سكشن، واللي هي تختم الفيزا والفحص الطبي. يجب ان تجتاز الفحص الطبي، ويجب انه حالتك انه يكون مرضيه، انه ما يصير انه تحمل مرض الايدز. توقع على اوراق القرض الطياره انه انت حاليا لاجئ، ما عندك انه طياره انه فلوس حتى انه انت لاجئ، يوقعوك على اوراق القرض اللي راح تدفعها، ترجع تدفعها على الاقساط في كندا، ومن ثم انه توقع على الاوراق وحتى تسافر الى كندا على طياره. الأمم المتحدة بعد ما تحول الملف من اليوان هذه وحتى تتصل بالاي او ام، منظمة الهجرة الدولية، تحضر لك الخطة السفر وتعطيك اورينتيشن او محاضرة في عملية السفر. عادة السفرات اللي تكون مال اللاجئين على الأمم المتحدة لجوء انه عن طريق فرانكفورت بعدين توزعون على الدول اللي هي تروح لها. نفرض انه كندا تطير من سوريا، عفوا تطير من تركيا، تنزل فرانكفورت يستقبلك شخص، يعرفوك من طريق التشيس مكتوب على ايون بالازرق، ويجيك الشخص مرحبا، ممكن يكون يحكي عربي وممكن انه ما يحكي عربي، ياخذك وياه يوديك يختم لك الجوازات ويصورون. وثائق السفر، عاده جوازات السفر مالتك تكون منتهيه، لا تشيلهم، لا تجي تجدد الجواز مالتك، جدده ماكو مشكله، بس انه لازم تسوي تحديث المعلومات. اذا انه صار عندك اي حاله ولاده، اذا انه تريد تغادر لاسباب انه زوجتك انه مريضه، او عفوا والدتك من العراق انه صارت حاله عندك حاله وفاه، بلغ الامم المتحده، لا تسافر قمه هذه. سفرك وتنقلك خارج البلد هذا يأثر كل شوية على الملف، مصداقيتك تأثر على الملف، حالتك الوضعية انه انت والله مقيم ومأجر سيارة وفاتح لك بزنس ومقدم لجوء، هنا تأثرها، يقول لك انه ما تأثر، لا تأثر. المقيم في كندا، العفو المقيم في الأردن أو المقيم في تركيا وعنده فلوس، يختم عن وضعية واحد قاعد بالقرى، وانه هذه، هاي كلها تشوفها هاي الحالات الأمم المتحدة يسألون، مرات يسوون الأمم المتحدة زيارات للأشخاص إلى شققهم ويجون يشوفون وضعيتهم المعاشيه انه كيف بده يعيشون. الامم المتحده هناك من تروح تسالهم اذا حالات عندك خاصه ديسابيلتي او مريض، اسالهم شنو المنظمات اللي هي اللي معتمده من عندهم، اطباء بلا حدود، الكاريتاس، اللي هو يكون منظمات خيريه وانسانيه تتعامل مع الامم المتحده تكون دعم للناس، انه بعضهم تعطي فلوس، بعضهم تعطي بطانيات، تعطي اكل، تساعد اللاجئين لفتره انه بقاء في هذه الدوله. عادة انه انت ما يلحق لك تشتغل في البلد اللي انت قاعد بيه، ما يصير تشتغل بيه انه ما عندك اقامه، اذا اشتغلت وانه القت قبض عليك السلطات هاي تاثر على ملفك انه صار بيها كذب، وتقول انه انا شلون اقدر اعيش انه هذه. حاول انه انت تتجنب الشغلات الغير قانونيه، لا تسوي لك مشاكل، لا تسوي اعتداءات، لا تعتدين على المواطنين الموجودين في البلد ان المقيم انت لفتره مؤقته او فتره بدائيه، يعني انت قاعد مثلا بتركيا تشوف مشاكل، تروح للبار تتعارك ويا هذا، تضرب هذا، تكون مشاكل الشرطه، تخابر الامم المتحده، حتى تطلعوني من السجن، هاي تاثر على ملفك، اذا انت بعدك بتركيا او انت بعدك بالاردن وتسوي مشاكل مع
الحكومه وهذه شو عتقب لك كندا. احنا مهمه في كندا انه لازم يكون له سكيورتي كليرنس مالته كلش عالي، انه الشخص لازم يكون دقيق ويكون انه اموره عدله. وهذه اليوم انه انا حكيت في ملفات الامم المتحده، وحب ابشر الكل انه الامم المتحده البارحه، انا اليوم انه نقدر نقول تاريخ اليوم انه 20 او 21 ما اعرف انه ايش قبل الشهر، وصلت طيارتين هالاسبوع، عده طيارات، اجراءات اليو ان اتش سي ار الامم المتحده مستمره بشكل مو طبيعي، ملفات تتحرك، الكفالات كلها موجوده. وهذه كان اليوم الفيديو مالتي خاص في ما يخص اليو ان اتش سي ار والاجراءات مالتها. ارجع واقول اذا كنت مو مثبت في بلدك ومم انه تفيد تروح تقدم لجوء لاسباب مثل ما يقول لك انه ما اقدر اقول تافهه، وانه اسباب غير مقنعه لا تقدم لجوء، لانه راح تتاخر سنوات وبالتالي تخسر فلوسك وترجع للعراق، ومثل ما تقدم مره الاخ لازم تسوي تحديث. وهذه عاده اذا كنت في بلد مقدم لجوء سوي تحديث على المعلومات، اذا جاك طفل للدنيا قول ولد عندي طفل روح راجعهم قول لهم، اذا صار عندك حاله وفاه قول متوفى عندي شخص، اذا صار عندي اي تحديثات في حياتي هددك احد في نفس البلد هم نسوي تحديث. اتصالك ودايركت يكون مباشر مع هذه الدائره وهي تحميك وهي تحميك في هذا البلد. سفرك وتنقلك وهذه مثل ما قلنا هذه يجب ان تكون الدرجه الاولى المصداقيه والادله والوثائق وهذه، ولا يوجد تقديم لجوء من داخل العراق نهائيا. ابحث عن الدول عن طريق من توصل اي دوله يو ان اتش سي ار والدوله تكتب باسمها راح تعرف المكتب وين هذه. لا تعطي تخويل الامم المتحده او كندا او اي دوله الى اي مكتب اهلي او بقبول لاجئين او راح يسفروك او هذه. هذول مكاتب نصب واحتيال وهي المفوضيه الساميه شؤون لاجئين منظمه دوليه وامم متحده. ما اعتقد انه خلي بالك يصير ذكي يهمشون عملها من العالم ويجيبون مكتب اسمه عراقنا او مكتب اسمه العراقيين او واتفر اكس من الناس يطوا تخويل يقول لك حتجيب لاجئين وطيارته يحجزون، ماكو شيء يعني يكون هذه اني شخص انه اعرف نظام الامم المتحده ومشتغل سابقا الامم المتحده واعرف نظام الامم المتحده، ما تعطي تاخويل اي شخص انه هذه ولا يهمش عمل الامم المتحده بفوضى الساميه شؤون اللاجئين. هذا فيديو خاص بقناه العراق وكندا، تقبلوا تحياتي وان شاء الله يستفاد منه الجميع، وانه كيف تطلب لجوء الى اليو ان اتش سي ار والمصداقيه واوراقك وكيف تصل الى كندا او اي دوله من دول العالم. شكرا للامم المتحده وشكرا الى كندا وشكرا الى كل الدول اللي تشعر بالانسانيه والرحمه، واتمنى لهم الخير وانه نقذت انه واي ناس وساعدت واي ناس ملايين الناس ليس العراقي وانما كل دول العالم. اتمنى لهم التوفيق وان شاء الله اكون بخير وسلام وياكم في فيديوهات اخرى. مع السلامه.